تمام. طيب اليوم راح نحكي عن شغلة حلوة في برنامج الأنيميت. طبعا برنامج الأنيميت من البرامج اللي قلنا لكم عنها من أول محاضرة Integrated Development Environment، يعني كديش تتعلم في هالبرنامج عميق جدا، موجود في ألاف القضايا والأوامر اللي تقدر تعمل فيه كل شيء صار، يعني من البرامج اللي لازم الواحد فعلا يحترفها، فعلا لازم يحترفها بكل معنى الكلمة ويقدر ينشي عليها كل ما بده إياه، من أنواع البرامج والتقنيات اللي ممكن يحتاجها في حياته، تدريس شغله بالجامعة أو بشركة أو بأي مكان له علاقة بالموضوع. شوف لما أفتح الأكشن F9، هاي الأكشن، هاي الأكشن، روح على Edit Preferences، Preferences، هاي Edit Preferences، Code Editor، أنا General، هاي الشاشة General، روح على Code Editor، محرر الكود، محرر الكود، تمام. انا لو جيت انا كتبت مثلا button btn، نكبر الشاشة هيك، dot add event listener mouse event dot click فاصلة، ده سميه عبد، فاصلة calls فاصلة 0 فاصلة true function، يعني ما خلينا نقول var مثلا، انا بدي اعطي اي شيء مثلا var num int equal 0 مثلا، يعني مثلا بعض الشغلات اللي هيك، لو عملت مثلا if statement x، if statement مثلا num اكبر من 10. أنا هدفي بس الألوان، بطلع على الألوان عشان بدي أحكي شغلات بالألوان كمان. طيب خليهن هدول هيك تحت. أقولك function هنا مثلاً، function مثلاً e نقطتين، mouse event اللي إحنا حافظينه، void مثلاً، والأمر اللي إحنا حافظينه. إذا نروح على Edit، على Preferences، Code Editor، كمان مرة، هاي ما أنا فاتح شاشة الكود، فاتح شاشة الكود، بدروا على وين؟ على Edit، على وين؟ على Preferences أو Control U، Preferences Control U، Preferences هاي الشاشة هاي، General Code Editor Script File Compiler Text Drawing. كل واحد فيها مجموعة من الشغلات، بدي على الكود إديتور، شاشة الكود، هاي شاشة الكود اللي موجودة عندي، تمام. مقسم إلى قسمين، القسم الأول الإديتينج أوبشنز، في عندك أنواع الخطوط وحجم الخط اللي بكتب فيه الكود، نوع الخط وحجم الخط اللي بكتب فيه الكود. كل واحد فينا أكيد من خبرته الشغل على الكمبيوتر صار حاب خطوط معينة، صار في خطوط مستمتع فيها، بيشعر بجمالية في الخط، واضح جدا لإله، فبيستخدم الخط اللي بده إياه مع الحجم اللي بده إياه، تمام. وفي تقدر تنزل من النت طبعا خطوط وتضيفها بشكل سهل على الأنيميت. والستايل، والستايل نوع الخط والستايل لإله، إنه منتظم مائل بولد أو بولد إيطاليك ما شبه ذلك، تمام. في عنا هان النقطة الثانية موديفاي تكست كالورينج، الخطوط الألوان، الألوان 1 2 3 4 5 6، الألوان، لون النصوص أخضر، النص اللي بين دبل كوتيشن يظهر باللون الأخضر، ولون الستيج أبيض، الباكينج جراوند الخلفية، لكن تغيره غيره فيش مشكلة، ما في مشكلة، والله أنا بحب كل الستيج يا سيدي زهري، فيش مشكلة، أي أوكي، هاي اوكي، وهاي اوكي، تمام. هاي var str string يساوي هاي، شايفين السترينج اخضر، هاي السترينج اخضر، السترينج اخضر. طيب الكلمات اللي بكتبها من عندي،
الكلمات اللي بكتبها من عندي هي بي تي ان هي نم هي اس تي ار هي نم. الكلمات اللي بكتبها من عندي هي عبد شلونها اسود. هاي نرجع edit reference code editor modifying الكود. هاي الكود شايفين الكلمات اللي بكتبها من عندي شلونها اسود. الفورجراوند اسمها الفورجراوند الكلمات اللي تكتبها من عندك في البرمجه. باكنج جراوند لول ستيج. طيب الكومنت الملاحظات الكومنت الملاحظات لونها سكني تمام والسترينج اخضر. ضل عندنا الكي ويرد والايدنتيفاير ضل عندنا الكي ويرد والايدنتيفاير الكي ويرد والايدنتيفاير. الكي ويرد هي لونها خلينا نختار لون مثلا ازرق على سبيل المثال للكلمات المحجوزه. والايدنتيفاير بدي اختار لها ايش فسفوري والسترينج ازرق سماوي. اذا يعني خلينا نركز بالثنتين هذول بالكي ويرد كلمات المحجوزه والايدنتيفاير. اوكي اوكي الكلمات المحجوزه شايفينها ازرق هذه كلمات المحجوزه. الكلمات المحجوزه في الاكشن سكريبت الكلمات المحجوزه في الاكشن سكريبت اللون الازرق وهي كلمات تكتب باحرف صغيره ولا يجوز استخدامها كاسماء متغيرات في البرمجه زي فانكشن زي var زي if. طيب كلمات بسموهن الايدنتيفاير كلمات خاصه باللغه كلمات خاصه باللغه كلمات اللغه الاصليه كلمات تختلف عن يعني ايدنت اسم ايدنتيفاير المحددات كلمات اللغه زي ايدنت لسنر زي ماوس ايفن زي كليك زي ان زي سترينج. هذه كلمات للغه. نرجع كمان مره اتاكد شوف هاي بريفرنس هاي كود اديتور هاي تكست للكود. هاي عندنا الكي ويرد الكلمات المحجوزه اللي اعطيناك الجدول تبعها وحطيناها على موقع الجروب على الفيسبوك والايدنتيفاير كلمات اللغه. الحين بقدر اغير في كل الوان بالشكل اللي انا حابه والشكل اللي انا مريح لإلي بكل سهوله. تمام اوكي حاب ترجع للديفولت اللي اصلي ريسيت ديفولت ريسيت ديفولت. اوكي برجعني للوضع الطبيعي الايش الافتراضي الافتراضي. تمام تمام طيب نرجع على الكود اديتور. طيب اوتوماتيك كلوز بريس اوتوماتيك كلوز بريس. شوف لما بعمل انتر بسكر قوس البريس البدايه بسكر النهايه مباشره اوتوماتيك اوتوماتيك اندنتيشن ان يضع مسافه بادئه للكلمات بين الكلمات المحجوزه والمتغيرات يحط مسافه لحاله. كود هينتس الكود هينتس لما يجيني اكمل الكود الكود لحالي اكمل الكود من الاكشن سكريبت كله مفعل كله مفعل. التايب سايز 8 التاب اللي هي لما اضغط على زر التاب على الكيبورد زر التاب على الكيبورد لما اضغط عليه كم مسافه بدك يبعد 4 بدك تزيد وزيد قد ما بدك مش مشكله. فورمات للكود طلع شو عندنا اكشن وجافا شايفين اللي بتقدم باللغه بلغات البرمجه في المستقبل هي بقدر اكتب بجافا سكريبت وهي اكشن سكريبت وهي جافا سكريبت شبيهه جدا جدا الاختلاف بسيط وهي اكشن سكريبت. اد سبيس افتر كي ويرد اي ام هي اد سبيس افتر كي ويرد شيل هاي شيل هاي شيل هاي نقول له اوكي هات نشوف نروح نقول له مثلا هيدا اعمل هاي هيك هنا نقول له هاي هيك ما كملهاش ما كملهاش avoid enter ما سكرهاش. اي ملاحظه اثنين لو قلنا var x var x int تساوي 10 ما بعدش مسافة عن الكلمة المحجوزة. نرجع حان على الإديت على البريفرنس على الكود إديتور
الكود هنت، الكود ايدنتيشن. طيب البريس ستايل، البريس ستايل، البريس ستايل in the same line as control statement. بدك البريس اللي هي الاوبن والكلوز، البريس نحط في نفس السطر تبع زي الاف ستيتمنت الكنترول وزي الامور هاي، ولا بدك في سيبرت لاين، ولا اونلي ذا اند بريس ان ا سيبرت لاين؟ المقصود فيها هاي، هاي البريس ستايل، البريس ستايل اللي هي هاي، هاي هاي البريس ستايل هيك. هاي شكل هذا في سيبرت لاين، ولا بدك تضلها في نفس اللاين هنا، ولا بدك هذه بس في لاين المنفصل شكل هاي وهاي، كيف ينحطوا هان؟ تمام، روح على الايديت، على البريفرنسز، كله كود اديتور ريست للديفولت. اوكي مباشرة بسكرها، شايف؟ هذه ايش بس ايش؟ زي كيف لما نعمل الاف ستيتمنت، الاف مباشرة. تمام. انا ليش بحب اخليها هيك دائما؟ عشان تكون ايش؟ واضحات الاوبن والكلوز. اذا هاي بس شاشة عشان تعودوا عليها الكود اديتور، تقدروا تغيروا في اللي بدكم اياه، وما بتطبق الا تعمل اوكي هنا. حاب تغير ترجع ريسيت ديفولت، غير الحجم، الخط، نوع الخط وما شابه ذلك. هاي بالنسبه ل يعني اول شغله بدنا نحكي فيها.